سبت الثلاث اربع مباريات الاخيره في الدوري، وبالتالي ذهب البعض الى ان النادي الاهلي فاز بالدوري، ايه رايك في هذا الموضوع؟ لا خلينا نتفق يعني. بص يعني كده يعني انا شايف ان نفس القصه برضو. انت يعني انت برضو النادي الاهلي يعني عمليا خلاص الموضوع يعني شبه ان شاء الله منتهي يعني للنادي الاهلي. انت نادي الاهلي برضو مش نادي صغير، مش اللي هو يعني بيبقى على القمه بفارق كبير من النقاط والمباريات، لسه في فارق مباريات كمان. فاعتقد النادي الاهلي مش هيتعثر يعني ان شاء الله كتير باذن الله. الموضوع يعني شبه محسوم باذن الله، نتمنى انه يبقى يعني كده باذن الله يعني وخلاص. بس اللعيبه طبعا ما تركزش في ده اكتر من اللازم عشان الموضوع ما يبقاش فيه استهتار انا يعني. مش من المدرسه دي، ماشي اوكي ده رايك، لكن انا شخصيا مش من هذه المدرسه. انا من مدرسه ان انا العب، لان انا اتعلمت ده من مانويل جوزيه نفسه. أكيد. لما كنا نيجي نتكلم يقول لك يا كوتش بقى اهدى شويه، ده خلاص فاضل ماتش ونكسب مثلا، يقول لك لسه لسه. اعتقد انت يعني كنت شايف هذا الامر. بس يمكن أنا شايف، أنت شايف المنافس ليك فرق النقاط كبير يعني. المنافس الأول طبعا هو كان نادي الزمالك وخلاص بعد خالص عن المنافسة تماما. دلوقتي في فيوتشر وبيراميدز، يعني أعتقد إن المنافسة برضو يعني ان شاء الله. انا ما بقولش ان المنافسه خلصت، بس انا بتكلم على احساس الناس دلوقتي عامه، هي شبه كده. بس انا بقول ان ده ما يوصلش للعيبه. انا كلاعب لا، مش عايز ان ده يوصل لي الاحساس ده. واكيد انا كمدرب عمري ما هوصل ده للعيبه. انا بالظبط هخلي كده، اللعيبه على طول في حاله تاهب على طول، ان هي يعني تكسب. لا الموضوع لحد النقط تبقى خلاص تمام، هبدا بقى الموضوع يختلف تماما. احنا كان ساعات المدرب خلاص بياخد اجازه وبيسافر، ولعيبه كتير بتاجز وتسافر. كان بيدي ال 11 و2 معاهم 3 بالظبط زيادة. بالظبط كده.